זה רק כואב שם צינם לי ולא רואו. מסתמרים في الكلام عن short circuit calculations, תמם? النهارده ان شاء الله بقى هنبدا نتكلم على ازاي نعمل 3 فيز شورت سيركت اناليسيس او ما يسمى بالسيمتريكال او البالانسد فولت ايه فولت اناليسيس. بس كان في حاجه كده بس ايه ممكن ناخدها بعد البيجنت لكن ايه استدركتها يعني هنقولها في الاول بعدين نبدا نكمل على المحاضره اللي فاتت اللي هو السنجل لاين ايه السنجل لاين دايجرام. كويس يمكن انتوا خدتوه بشكل غير مباشر بس انا عايز ايه يبقى خلاص انت خدته عشان ما حد يجي يسالك يعني ايه وان لاين دايجرام او سنجل لاين دايجرام تبقى انت عارف يعني. كويس سنجل لاين دايجرام هو عباره عن دروينج او رسمه بتوضح حاجتين او اكتر من حاجه. الحاجتين الاساسيتين الكونكشن بتاع مين بتاع الديفرنت كومبوننتس الموجوده عندي في السيستم. كويس وممكن كمان يتوضح عليها الريتنجز والبارامترز ايه بتاعتها. كويس طيب فين المشكله او ليه سموه سنجل لاين دايجرام؟ هو اصلا السيستم بتاعنا دايما ايه اللي احنا شغالين بيه في الحقيقه 3 فيز صح كده. بس انا مش هفضل دايما امشي بايه في الرسمه ب 3 سيركتس. انا هفضل ان انا اعمل ايه ارسم خط واحد سنجل لاين بيعبر لي عن مين عن ال 3 فيز. كويس وبعض الاحيان لما بيبقى في عندي مثلا دايره 3 فيز وهيخرج منها سيركت او دايره صغيره بتبقى سنجل فيز ممكن تلاقيهم حاطين على الخط ده ثلاث شرط وعلى الدايره الصغيره ايه شرطه واحده عشان ينبه حضرتك ان ايه ان الدايره دي لوحدها ايه سنجل فيز. بس احنا في الـ في الـ في الشغل بتاعنا هنا وفي سنه رابعه غالبا مش هنتعرض للايه للكيس ده. كويس طيب اللي حضرتك شايفه هنا ايه ده دي رسمه كنت بشوفها في المساله دايما صح كده تمام. بيبقى في عندي الجنريتورز بعبر عنهم بسيمبل وجنب الجنريتور بيبقى في عندي سكوير كده ده عباره عن ايه سيركت بريك. خلي بالك السيمبل ده ستاندرد سيمبل يعني لو حضرتك فتحه هو ده هدف ان لو حضرتك فتحت اي رسمه تبقى عارف الشكل ده عباره عن ايه عن ايه بالظبط. كويس اثنين سيركت بريكرز حاططهم عشان اوضح ان في سيركت بريكر في المكان ده مش عشان حضرتك كباور سيستمز لا للناس بتوع البروتكشن اللي هيجوا ايه بعد كده تمام. واحنا يمكن في بعض المسائل اللي هناخدها هنبدا عايزين نعرف مثلا التيار اللي ماشي بالسيركت بريكر الفلاني فلازم اوضح لك مكانه على مين مكانه على الرسم. بعد كده في عندي بقى الشكل ده ده انتوا بتسموه ايه الخط اللي ايه اسمه ايه بقى باس بار. كويس ده نقطه تجمع اكتر من تو اليمنتس عندي او يعني اليمنت او اكتر عايز اوصلهم ببعض او تو اليمنتس انا عايز اوصلهم ببعض بوصلهم عن طريق مين الباس بار ده. كويس نقطه الايه نقطه الالتقاء ديت اللي هي بنسميها الباس بار اللي هي تعبر في السيركتس او بتعبر في السيركت عن مين عن النود. فاكرين النود زمان اللي احنا كنا نوصل فيهم برانش وبرانش او سورس ووصل هكذا فدي الايه اللي هي النود احنا كبرنا خلاص وهنسميها خلاص ايه باس بار خلاص فده الباس. وطبعا في عندي السيمبل الاساسي بتاع اللود اللي هو شكل السهم ده وده معناه ان ده ستاتيك ايه ستاتيك لود. طب لو عندي موتور همثله بنفس الشكل بتاع مين بتاع الجنريتور اللي هي الدايره ديت. بس ساعات بقى في ناس ايه تسيب البارامترز هي اللي تقول يعني يكتب تحت ده ان ده جنريتور ويكتب تحت ده ان ده موتور او يكتب في الدايره جي ويكتب هنا ايه ام عشان ايه عشان يوضح. هو في دايناميك فلود غير الموتور في ايه دايناميك فلود غير الموتور اشهر الدايناميك فلود او اغلب الدايناميك فلود زي الموتور. الدايناميك معناها ايه معناها ان هي بتتغير مع يعني ايه بتتغير مع التحميل يعني اللود نفسه ان انا محتاجه في الشبكه بيتغير مع اللي انا بحطها عايز تورك عالي فبيسحب كارنت اعلى وبالتالي بتبقى يعني مش ستاتيك لود بتبقى لود متغير اصلا. لا انت كده هتدخلنا في ايه؟ في منطقه ثانيه تمام؟ خليني بس ايه نقول كلمه دايناميك كويس وستاتيك عشان بس نبقى واضحين. بنقصد بيهم ايه؟ اصل المشكله ليها علاقه بنوع الدراسه اللي انت بتتكلم عنها كويس؟ احنا عندنا البودل بنمثله او اللود الطبيعي بنمثله يا اما لو مش جنريتور حتى او مش موتور ناس يا اما كونستانت امبيدنس يا اما كونستانت باور يا اما كونستانت ايه كارنت. كل واحد من دول ممكن ايه امثل اللود دي على حسب طبيعته وعلى حسب نوع الدراسه اللي انا بتكلم ايه اللي بتكلم عنه. كويس لكن في الغالب لما باجي اتكلم هنا بقول ده ستاتيك لود بقصد ان ده مش موتور تمام كلام واضح. كويس كده انا ما اعرفش مثال لحاجه شبه الموتور روتيتنج برضو شبه ما هو كل اي حاجه روتيتنج هتبقى ايه
هتبقى دايناميك تمام، وبتاثر في الدراسات الدايناميك اللي هي زي الاستابيليتي والسمول سيجنال اناليسيس وخلافه تمام. ما اعرفش انا على حد علمي ما ايه ما اعرفش، الا لو انت جبت لود بيتم التحكم فيه او الكاركترستيك في جواه كنترولر هو اللي بيبدا يغير في الفولت كارنت كاركترستكس بتاعته مع التايم. دي قصه ثانيه خالص تمام. خلينا نتكلم على دلوقتي على السمبل ايه لودز اللي احنا نعرفها اللي هي الجنريتورز واحمال الاضاءه والاحمال الهيتنج والكلام ده كله. فلو بنصنف الاحمال ديت هنصنف الموتور ده دايناميك ونصنف بين احمال ثانيه انها ايه استاتيك. ما انا بقول لك بلاش دخلنا في هذه الايه في هذه الايه الدايناميك كويس. ده انا بقول لك انت بتتكلم على انهي نوع من انواع الايه الدراسات. في الشورت سيركت مثلا اللي احنا بنتكلم عنها احنا بنتكلم ليه عن الموتور وعن الجنريتور، لان انت زي ما شفت كده هما الاثنين بيعملوا كنترول او يعني هنتكلم بعد شويه ان هما بيعملوا كونتريبيوشن. طبعا الجنريتور قلنا عليه الموتور بنعامله نفس المعامله سواء سينكرونس او ايه او اندكشن لانه بيكونتريبيوت في الشورت سيركت ايه في الشورت سيركت كارنت. دي رقم واحد. طب في حاجه ثانيه بيكونتريبيوت في الشورت سيركت كارنت ميجي بس ايه الوقت دلوقتي مش هنتكلم عنه. طيب النون لينير لودز، النون لينير لودز هل في نون لينير لود بيساهم في الشورت سيركت فولت يعني بيرجع فولت الشبكه؟ تعال نشوف الكاركترستيك بتاعته ونحكم عليه. على فكره في بعض هي مش نون لينير لود بس لودز او مش هقول لودز، في عندي كومبوننتس في الشبكه بحط ليها حاجه بسميها فولتج سورس كونفرترز، فبعض الاحيان ممكن انها ترجع ايه ترجع لو انا سامح بده تمام ترجع ايه ترجع كارنت على الشبكه. بس زي ما قلت لك يعني دعانا لنا نسبق الاحداث ونسى الاسئله مش وقتها. اللي انا بقصده هنا اي ستاتيك لود بتكلم عنه انه مش موتور. حلو كده. بفرض ان الباور هنا انا دايما شغال كده وان شاء الله برضو في سنه رابعه شغال كده. هناخد حاجه من الاثنين، يا اما اللود دوت عباره عن كونستانت باور زي ما هناخد في سنه رابعه تمام في دراسات الباور فلو، او انه كونستانت امبيدنس زي ما بنتكلم لو 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 بتكلم عنه هتكلم كده. واحنا بنرسم في الامبيدنس دياجرام هشيله واحط الايه الايكوفالنت امبيدنس بتاعته ما بين اللاين وما بين مين وما بين الريفرنس بتاعه كويس. طيب نرجع تاني. كنا بنقول ايه؟ بنقول على السيمبلز بتاعتها. السيمبلز بتاعه الترانسفورمر هتكون بالمنظر ده، يا اما الشكل ده يا اما الدايرتين اللي ايه اللي قصاد بعض اللي هشوفهم في السلايد الجايه. والترانسميشن لاين ما بنديلوش سيمبل، بنطول بس الايه الخط عشان ندي لك ايه حق ان دوت عباره عن ترانسميشن لاين. ونفس الكلام الناحيه الثانيه. السيمبلز اللي حضرتك ممكن تشوفها في السنجل لاين دايجرام او الوان لاين دايجرام هي الشكل بتاع الاي سي جنريتور او الالترنيتور وهو نفسه شكل الموتور تمام. في عندك التو وايندنج ترانسفورمر وطبعا الثري وايندنج ترانسفورمر هنحط وايندنج ايه ثالثه. لو عندك اوتو ترانسفورمر هيكون بالمنظر دوت. ولو في عندك ميجرمنت زي الميجرمنت اللي بتاخدها في البروتكشن تاخد السي تي والبي تي هيكونوا بالمنظر دوت. واحد فيهم ايه واضح انه محطوط عشان يقيس التيار ان سيريز والثاني هيبقى محطوط شنط عشان يقيس الفولتج. وفي عندك بقى مجموعه من ال يا اما البروتكشن او الكونكشن والديسكونكشن ايه اليمنتس زي الديسكونكتور دوت او السيركت بريكر او الفيوز. كل واحد فيهم بيبقى له ايه سيمبل عشان تبقى عارف ايه اللي محطوط هنا. ومهم قوي في البروتكشن انك تبقى عارف ايه اللي محطوط هنا بالظبط. بعد كده في عندك بقى طبعا على حسب لو عندك 3 فيس ترانسفورمر بتبدا تحط الكونكشن بتاعته. دي مهمه جدا جدا زي ما هنتكلم ان شاء الله في الانبالانسد فولتس او الانسيمتريكال فولتس. لان الزيرو سيكونس نتورك معرفش انتوا خدتوا السيكونس نتوركس قبل كده، لو ما خدتوهاش احنا ان شاء الله هندرسها بالتفصيل فما تقلقوش. مهم جدا انك تبقى عارف شكل الايه الكونكشن. لو انت مش عارف شكل الكونكشن مش هترسم او مش هتعرف ترسم الزيرو سيكونس ايه نتورك. يمكن الكلام دوت مش هيهمنا قوي في الجزء الاولاني اللي هو بتاع السيمتريكال فولتس، لكن ايه لكن مهم ان احنا نعرفه عشان خاطر الاناليسيس بتاع الانسيمتريكال فولتس. طيب الوان لاين دايجرام او السنجل لاين دايجرام مش هو اللي انا بشتغل بيه، مش هو دوت اللي انا بعمل بيه الاناليسيس تمام. هو مفيد ان هو بيقول لي ازاي الديفرنت اليمنتس متوصلين، بيديني البارامترز بتاعه الاليمنتس المختلفه، بيديني كمان الكونكشن بتاعه الاليمنتس اللي هتبقى مفيده في الانسيمتريكال ايه فولت اناليسيس زي ما اتفقنا. طيب انما انا بشتغل بايه بقى؟ انا بشتغل بده اللي انت بترسمه دايما تمام. اللي بترسمه دايما ده اسمه ايه بقى؟
اسمه الامبيدنس دايجرام. الامبيدنس دايجرام يمكن تشوف الكلام ده في الامثله. ثانيا انا حبيت اقول الكلام ده بشكل واضح، ده اسمه ايه؟ الامبيدنس دايجرام، عشان لما جاتوا من حضرتك ارسم لي الامبيدنس ما حدش يتنح. لا، الامبيدنس دايجرام هو عباره عن الدايجرام ديديوزد او مستنتج من السنجل لاين دايجرام او الوان لاين دايجرام، بشيل فيه كل كومبوننت وبعوض عنه بالايكوفالنت ايه سيركت بتاعته. يعني الجنريتور بحط مكانه الايه الباك اي ام اف او الاي ام اف بتاعتي، ومعاها ان سيريز الرياكتنس بتاعت او الامبيدنس بقى بتاعت الجنريتور. نفس الكلام بالنسبه للترانسميشن لاين، بحط الايكوفالنت سيركت اللي هو ايه طلع لها لازمه دلوقتي اللي هي الباي موديل او الايه او التي موديل. ونفس الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه للترانسفورمر. ده اللي بنسميه الايه الامبيدنس دايجرام. ده اللي انا بعمل بيه اناليسس عشان ابدا اعمل التيار، اعرف التيار اللي ماشي في اي برانش او الفولتج عند اي بس. طيب ايه اللي واضح كمان من الرسمه؟ ان الرسمه بتاعت الامبيدنس دايجرام دي سنجل فيز او بير فيز زي ما قلنا قبل كده. دي بنسميها البير فيز ايكويفالنت ها امبيدنس دايجرام بتاعي. كويس، هو بيترسم بير فيز ليه؟ عشان اسهل على نفسي، انا عارف السيستم بتاعي بالانسد، فانا مش محتاج غير ان احسب لفيزه واحده اللي هي فيزا ايه او بي او ايه او سي، والاثنين التانيين هيبقوا زيها بالظبط بس مع اختلاف الايه مع اختلاف الفيز. حد عنده مشكله في الكلام دوت؟ هو السيت بريكر مش بنحط له اي حاجه؟ وليه احط له؟ هو انا هحتاجه معايا في الاوبريشن، في الاوبريشن دلوقتي انا محتاجه عشان احسب التيار اللي ماشي، مش محتاجه. امتى احتاجه؟ عايز اعرف السيركت بريكر ده اعمل له سايزنج مثلا، فلازم اعرف هو محطوط فين عشان اقدر احسب التيار اللي ماشي فيه، او اشوف التيار اللي ماشي فيه هو نفس التيار اللي ماشي في اني برانش، وابدا اجيبه وايه واقول السيركت بريكر دوت هيبقى مثلا الماكسيمم شورت سيركت كارنت اللي ماشي فيه قد ايه، فابدا اعمل له سايزنج. تمام، او التيار اللي هيمشي فيه في فولت معين فابدا اعمل له سيتنج. تمام، لكن في الحاله دي هو مش ايه مش مهم، هو مهم ان انا اكون عارف هو فين فين في السنجل لاين دايجرام، صح كده؟ ودي مساله من مسائل الشيت هتشوف ان هو بيقول لك ايه، احسب التيار اللي هيمشي في السيركت بريكر الفلاني ساعه لما الفولت يحصل في المكان الفلاني، ولو الفولت اتغير مكانه للمكان الفلاني احسب برضه التيار اللي هيمشي في السيركت بريكر الفلاني. تمام، وانت بترسم الامبيدنس دايجرام هترسم الامبيدنس دايجرام عادي زي تحت، وهتشوف فين مكان السيركت بريكر موجود على انهي برانش، فتبدا تقول ايه اه التيار ماشي في البرانش ده كذا، يبقى هو نفس التيار اللي ماشي في مين في السيركت بريكر. تمام، وقت الفولت يعني. طيب ننتقل بقى الى ال شورت سيركت اناليسيس في 3 فيز او 3 فيز شورت سيركت اناليسيس. ونقصد هنا بال3 فيز ان انا عندي الفولت بتاعي ماله الثلاث فيزات وصلوا ببعض او وصلوا ببعض بالارض في الثلاث او في الحالتين دول الكارنت اللي ماشي في الثلاث فيزات ماله كبير قوي صحيح، ولكن بالانس، يعني التيار اللي ماشي في فيزا ايه زائد اللي ماشي في فيزا بي زائد اللي ماشي في فيزا سي بيساوي كام؟ صفر، وهم كلهم متساويين في الماجنتيود، والفيز شيفت بينهم كام؟ 120 درجه. وده اللي يخليني اطمن ان انا اقدر امشي بنفس الاسلوب اللي انا كنت بمشي بيه في الاناليسيس العادي اللي هو مش شورت سيركت، برضه اقدر ارسم ايه الامبيدنس دايجرام اللي احنا مش هنسميها امبيدنس، اشوف دلوقتي هنغير اسمها شويه. تمام، واقدر ان انا ابدا ايه اعمل اناليسيس على فيزا واحده من غير ما بقى قلقان، صح كده؟ طيب بس عشان اشتغل بسرعه وعشان خاطر الهدف الاساسي ان انا احسب قيمه التيار، محتاج ان انا اعمل مجموعه من مين؟ من الاسامبشنز اللي هتقلل العطله بتاعتي لو انا ايه لو انا ما كنتش اهملتها. تعال نشوف كده. اول حاجه الترانسفورمرز، الترانسفورمرز كنت بتشيلها وتحط مكانها ايه الايكويفالنت سيركت بتاعتها اللي هي عباره عن الار ايكويفالنت سيريز ريزيستنس، الايكويفالنت سيريز ريزيستنس، وعندي شنط اللي هي الماجنيفايزنج كارنت والايه والار سي اللي بتعبر لي عن الايرن او الكور لوسز. الشنط ده ممكن اهمله ولا ما اهملوش؟ اهمله. ليه؟ لانه التيار اللي ماشي فيه بيبقى قليل جدا جدا. كويس، وقت الفولت كمان التيار اللي هيبقى ماشي بالسيريز هيبقى اكبر منه بكتير، فبالتالي انا اقدر ايه اهمله. يعني هو بالنسبه للتيار اللي ماشي بتاع الكارنت كان قليل، فما بالك بقى بالايه بالفولت، فعشان كده ايه بنهمله. بلس كمان ان هو معتمد على الفولتج، والفولتج في اوقات كتير او في اماكن كتير بيبقى ايه قليل، فبالتالي الفولتج اللي عليه هيبقى قليل، فالتيار برضه اللي ماشي هيبقى ايه هيبقى قليل. عشان كده بنهمل الشنط اليمنتس وبنكتفي بس بالسيريز امبيدنس، واخد بالك؟ والسيريز امبيدنس كمان هعمل لها اسامبشن كمان. ايه هي؟ قيمه الريزيستنس قصاد قيمه الرياكتنس. انا قلت الموضوع ده قبل كده، صغير تمام بالنسبه للترانسفورمر وللترانسميشن لاين، فهتلاقيه وكمان الجنريتور، فهتلاقيه دايما بهمل مين؟
الريزيستنس وبسيب بس مين الرياكتنس. وهتلاقي بقى عشان كده بيتحول دايما الامبيدنس دايجرام الى ما يسمى بالايه رياكتنس دايجرام. امبيدنس دايجرام الى ايه؟ الى رياكتنس دايجرام. يبقى هو دوت الايه؟ هو دوت اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب في حاجه كانت مهمه جدا في الترانسفورمرز وهي الفيز شيفت، فاكرينه اللي كان بيحصل لو انا عندي ايه ستار دلتا او دلتا ستار ايه كونكشن هعمل فيه ايه؟ اهمل. كويس تمام، مش عايز حاجه عطلني، اهمل اهمل اهمل. كويس. الترانسميشن لاينز مش كنا بنرسم الباي موديل وكان بيبقى في عندي شنط اليمنتس مالها؟ اهمل. ويفضل عندي بس السيريز ايه رياكتنس مش امبيدنس كمان. كويس. السينكرونس ماشينز عبر عنها بايه؟ برضو بالاي ام اف او الانترنال اي ام اف، وكمان ان سيريز معاه ايه الرياكتنس بتاعت اللي شفت الدنيا بسيطه. كويس. all non rotating impedance loads are neglected. تعال لي بقى هنا. كويس. كل الايه بص كده all non rotating impedance ايه loads are neglected، يعني مش هيبقى موجود عندي غير مين؟ ايوه بالسلامه، ملوش لازمه. ليه؟ لان التيار اللي بيسحبه بيبقى قليل جدا ومشاركته في الشورت سيركت كارنت زيرو، هم ما بيدفعش تيار في الشورت سيركت. مين بقى اللي بيدفع؟ هنا بقى عشان كده قسمنا اللودز الى ايه الى نوعين. ستاتيك دي خلاص ملناش دعوه بيها هنا في حاله الايه شورت سيركت، انا عشان قلت لك معتمد الكلام على مين قوي. طب تروح بقى لحاجه ثانيه مثلا اسمها الفولتج ستابيليتي اناليسيس، لا ده مهم قوي تحط مين اللود وما تحطوش باي حاجه وخلاص زي ما هنشوف ان شاء الله في سنه رابعه في الباور فلو. حطوا ستاتيك باور يا دكتور وخلاص وريحنا، لا هنا لازم تحطه بالكاركترستكس ايه بتاعته، يعني تشوف لما الفولت يقل الباور بتاعته بيتغير ازاي. وعشان كده في تجربه في سنه رابعه اتمنى انها تفضل مستمره في الـ في الـ في بيسموه ايه في اللائحه الجديده، بتتكلم على اسمها كده اللود كاركترستكس، دي هتشوف بيها تاثير تغير الفريكوانسي والفولتج على الاكتيف والرياكتيف باور اللي اللود ايه اللود بيسحبه. مش كده بقول لك هو الموضوع ايه يبدو ان هو بسيط انك تسال فيه، ولكن انت تسال عن شيء عظيم في الباور سيستمز، بس احنا ما بنجيش ناحيته عشان خاطر ايه بنتكلم عنه في معظم الوقت في الدراسات العليا. تمام، نرجع تاني هنا. يبقى احنا بنتكلم على ان كل النون روتيتنج اليمنتس شيل شيل ملهاش ايه ملهاش لازم. شوف عمال اقلل لك ازاي في الايه في الرياكتنس دايجرام. واخيرا بقى الاندكشن موتورز، حد من زمايلكم كان سالني المره اللي فاتت على الاندكشن موتورز، قلت لك الموضوع معتمد على السايز تمام وهعملهم ازاي. فقال لك اي حاجه اقل من 50 هورس باور مالها اهملها. اهملها ليه؟ لانها ما بتدفعش ايه شورت سيركت كارنت، او ما بتسهلش او مساهمتها في شورت سيركت كارنت بيبقى ايه قليله جدا. او معنى اخر هو ايه اللي بيحافظ على الشورت سيركت كارنت؟ هات الموبايل. بس انا بجمع موبايلات الفتره دي، هدي كمان لعبه سخيفه. عارف انا ايه لما بكون مشغول بحاجه مهمه احترم، انما لعبه سخيفه كمان. وطلعت لايك كمان، صوروا يا ابني صوروا. ما انا بلعب برضه ساعات في اوقات الفراغ، بس يعني في اوقات الفراغ واخد بالك. المهم نرجع تاني، اقل من 50 هورس باور ليه؟ الموتور ايه اللي بيخلي السينكرونس موتور متفوق؟ قلنا ان هو له سبلاي لوحده لايه؟ للفيلد تمام؟ وفي روتيتنج ماس اللي هو السبلاي او الفولتج قل صحيح، بس هو لسه بي ايه؟ بيلف. هتلاقي الباك ام اف تمام؟ الفيلد موجود والسرعه موجوده، فالاي هتفضل مالها موجوده، فما تحافظ عليها وقت كويس بحيث انها تساهم او تكونتريبيوت في مين في الشورت سيركت كارنت. انما يا عيني الاندكشن موتور ماله؟ لو اقل من 50 هورس باور الماس بتاعته هتبقى ايه قليله، فبالتالي مش هي ايه مش هيكيب روتيت، او الكاينتيك انرجي اللي موجوده هتقل بسرعه. والحاجه الثانيه برضو زي ما قلنا ان الاندكشن موتور ما عندوش سيبريت سورس لمين للفيلد، هو معتمد على مين؟ على الفولتج الموجود. فمجرد ما الفولتج بيقل الفيلد جوه بيبدا ايه بيبدا يتاثر، وده بيأثر لي على مين؟ على الاي ام اف اللي موجوده جوه.
بس ما اقدرش اقول ان هو الفولت كارنت كونتريبيوشن بتاعه بصفر، لا هو ايه موجود. والمثال مين اللي كان سال المره اللي فاتت عشان معاك انت ايه ده صح؟ لو انت بصيت في المثال كويس هتلاقي الكونتريبيوشن بتاعه هو كمان في الاندستري اللي جاي بتاع شنايدر منسبه الكونتريبيوشن اللي جاي من الجريد، مش عارف طلع 30% ولا حاجه، 30% رقم كبير ما ينفعش ان انت ايه ان انت تهمله كويس. عشان كده بناخد في اعتبارنا الايه الاندكشن موتورز. طب بنمثلها هنا ازاي؟ بنمثلها زي الجينيتور بالظبط، باكي ماب وايه واكس. بس المشكله فين؟ ازاي تحسب الاكس؟ لان في الغالب الاكس بتاعه الاندكشن موتور ما بتبقاش ايه معروفه، بيبقى عارف عنه الريتنجز بس. فانا كنت وديت لزميلكم ممكن برضو هو يشير معاكم. انا اديتك الاندستريال جايد ولا معاك فلاشه؟ ماشي كويس. ازاي هو بيقدر يجيب القيمه بتاعتها؟ يعني في كده ايه في الستاندرد طريقه قريبه ان انت ايه ان انت تجيب الايه تجيب القيمه بتاعه الاكس ام اللي هو ايه اللي هو مهم ده بالنسبه لك كويس. طيب نروح بقى لمين؟ للسيستم بتاعنا. ركز بقى معايا من دلوقتي، يعني سيبك من الالعاب والحاجات ديت وابدا يركز معايا دلوقتي. احنا عندنا سيستم البسيط ده عباره عن سيستم فيه جنريتور والناحيه الثانيه فيه عندي ايه موتور، سينكرونس جنريتور سينكرونس موتور. و هنفرض ان حصل شورت سيركت عند باص ايه عند باص 1 جميل كده عند النقطه دي. لو حصل شورت سيركت عند باص 1 اقدر امثل الكلام ده بايه؟ انا برسم دلوقتي ليه ها الامبيدنس ولا الرياكتنس؟ رياكتنس. شورت سيركت يبقى رياكتنس على طول. اقدر امثل ده بان في سويتش موجود هنا عند نقطه ايه واحد او عند باص واحد، والسويتش دوت هيتقفل عند اللحظه اللي حصل فيها مين الشورت سيركت. تمام كويس. طيب خلي بالك ان انا بعبر هنا عن الجنريتور بايه هنا وهنا، مهم قوي. فاكر الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا قلنا المفروض هنا في اي جي وفي هنا مين اكس. بس انت بتتكلم على انهي نوع من الاناليسز؟ لو بتتكلم على الستيدي ستيت اناليسز تبقى دي الاي جي العاديه خالص ودي هتبقى مين الاكس دي. تمام. لكن لو بتكلم على شورت سيركت اناليسز هتكلم على سب ترانزنت. ليه؟ لان فيها اقل قيمه لمين للاكس، واحنا بنتارجت ان احنا نحسب الماكسيمم فاليو بتاعت مين بتاعت الكرنت صح كده. خلي بالك انت اللي عايز ده عشان تحسب الماكسيمم فاليو بتاعت مين فالشورت. عشان كده بنحط هنا الاي جي دبل داش والايه والاكس جي دبل داش. انا هتكلم عنهم في الاخر بس انا مش عايز اشغلك دلوقتي بيهم، اتكلم عنهم بس انت عارف ان هم دول اللي بيستخدموا في الايه في الرياكتنس دياجرام اللي بنحسب بيه الشورت سيركت كرنت. طيب ايه راي حضرتك؟ بص كده عشان نحسب الكرنت هنعمل ايه؟ طبعا انا الرياكتنس دياجرام عشان بس ما انساش رسمتها ازاي، شلت كل حاجه من الحاجات دي عوضت عنها بالايكوفلنت رياكتنس بتاعتها. الترانسميشن لاين او الترانسفورمر واحد عوضت عنه بالاكس تي واحد، والترانسميشن لاين بالاكس تي ترانسميشن لاين، والاكس تي 2 بالترانسفورمر الثاني اسف عوضت عنه بالاكس تي 2 وهكذا، عشان بس الناس تبقى عارفه الرياكتنس دياجرام ده اترسم ازاي. وناحيه الموتور وناحيه الجنريتور حوضت عنه بالايكوفلنت سيركتس ايه بتاعتهم زي ما احنا متفقين في السب ترانزيانت ايه في السب ترانزيانت كيس او السب ترانزيانت ايكوفلنت سيركت. بعد كده بص بقى معايا، لما السويتش هيتقفل ده هيبقى شورت سيركت صح؟ عشان نسهل بقى على نفسنا هنعمل حاجه جميله قوي. هنفرض ان الشورت سيركت ده عباره عن ايه تو سورسز، تو سورسز البولاريتي بتاعتهم مختلفه بس هما متساويين في الماجنتيود، واحد اسمه في اف واحد اسمه ماينس مين في اف، مجموع الاثنين بكام؟ بصفر. تمام. فكانه هو شورت سيركت صح كده. طيب ليه بقى؟ هتشوف دلوقتي عملت كده ليه؟ عشان انا هستخدم السوبر بوزيشن دلوقتي في ان انا افصل الدايرتين دول عن بعض او احول الدايرتين دول او الدايره دي انا اسف الى دايرتين منفصلتين. بس بعد اذن حضرتك هفرض فرض جميل جدا، مش انا ينفع اخد الفي اف ده باي رقم؟ طالما في هنا زي فوق زي تحت اقدر احطه باي رقم. هاخد الفي اف ده بقيمه الفولتج عند باص واحد قبل حدوث الفولت مباشره، اللي بيسموه البري فولت فولتج. البري فولت فولتج انا عايز، انا اخترت كده ليه؟ هتشوف دلوقتي. لما اجي اقسم الدايره دي لدايرتين، دي الدايره الاولانيه وادي الدايره الثانيه. الدايره الاولانيه خدت فيها ايه؟ شلت منها التو سورسز او الثلاثه سورسز انا اسف، اللي هو واحد اللي هو الباك ام اف بتاعه الجنريتور والباك ام اف بتاعه الموتور والفي اف اللي بالبوزيتيف، وسبت مين؟
ال في اف اللي بالنيجاتيف. الدايره الثانيه سبت الاي جي دبل داش والاي ام دبل داش وسبت الفي اف اللي بالبوزيتيف. نقول بقى ايه دايرتين. بص لي كده على الدايره الثانيه الاول بتمثل ايه الدايره الثانيه دي؟ بص دي عباره عن ايه؟ لو بصيت هتلاقي ان هي دي نفسها السيركت ايه؟ السيركت الاصليه اللي هي دي اللي هي قبل حدوث مين؟ الفولت. بص كده معايا. واحد يقول لي ازاي ده في سبلاي ثالث حضرتك حاطه اللي هو ده؟ معلش عشان ايه؟ في سبلاي ثالث صح كده؟ ما هو السبلاي ده محطوط فين؟ عند النقطه دي صح؟ طب لو كانت النقطه دي جهدها هو نفس جهد السورس يبقى مفيش ايه؟ مفيش لازمه اصلا الايه؟ للسورس بتاعي. ممكن ايه؟ ممكن اشيله صح كده؟ وبالتالي السكند سيركت دي تتحول الى ايه؟ الى المنظر ده. المنظر دوت هو عباره عن ايه؟ شكل الدايره قبل حدوث الفولت. دي عباره عن الايكوفالنت سيركت بتاعه البري فولت كونديشن. هو ازاي الداتا دي اتحولت الى برانش تمام؟ فين البرانش ده؟ هو ده حلو قوي. التيار ده يمشي امتى؟ يعني طيب هيمشي ليه؟ اصلا يمشي ليه؟ لو دفعي جهد انت الجهد بتاع السبلاي نفسه هو جهد النقطه اللي هيسببه الايه؟ هيسببه السورس ده والسورس ده. تعال اقول لك يبقى لما معلش محتاجه تتجرب. لو حضرتك جيت في اي دايره عاديه خالص فيها سورس عادي تمام، وحطيت هنا مقاومه وحطيت هنا مقاومه صح كده؟ وقست فرق الجهد ده طلع مثلا ب 5 فولت ورحت حطيت سبلاي 5 فولت، السبلاي ده هيطلع تيار؟ ليه هيطلع تيار؟ هو يعني حضرتك كنت شايفها عشان فريق الجهد عليه بيسوي نفسه. جربها حل الدايره مره كده، خلي ده دي سي سورس معلش عشان نسهل على نفسنا تمام. حلها مره بده ومره ايه؟ ومره بالطريقه دي وشوف كويس هل السبلاي ده هيأثر ولا ايه؟ ولا مش هيأثر؟ ماشي فمن حقي زي ما قلنا ايه؟ اوكي طيب طيب عشان بس تبقى عارف هنا سوبر بوزيشن انا ماشي بمصطلح تاني. انت دلوقتي عملت ايه؟ بتحط انت بتقول شلنا شورت سيركت لمين؟ معلش بالظبط طيب الدايره دي ايه اخبارها؟ عملنا شورت سليم كلهم صح كده؟ تمام. الدايره الثانيه انت عايز تاخد تاثير سورس واحد ولا تاثير الباقي ما عدا السورس ده؟ عايز اخد تاثير الباقي ما عدا السورس ده. فعملت للسورس اللي انا مش عايز اخد تاثيره شورت سيركت. ايوه ماشي صح مظبوط. انا بتكلم صح ولا غلطان؟ صح. بشوف كل سورس تاثيره ايه صح كده ولا غلطان؟ جميل قوي. فانت قلت ايه؟ انا عايز اخد الشكل بتاعي او التاثير بتاعي ما عدا سورس واحد. ايه الدايره اللي تخليني اعمل الكلام دوت؟ ان انا اخلي الفي اف اللي بالنيجاتيف ده ايه؟ شورت سيركت. وده ليه هدف. ايه الهدف؟ ان انا وضحت لحضرتك دلوقتي واحد ان الدايره دي هي نفسها قيم او شكل الدايره في البري فولت ايه؟ كونديشن. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بما ان السورس ده زي ما اتفقنا الجهد بتاعه هو نفس جهد النقطه قبل كده
فالتيار اللي ماشي ده هيبقى ايه؟ بزيرو، مفيش تيار. وبالتالي الناحية التانية بص كده معايا بقى، مش مفروض التيار اللي ماشي هنا والتيار اللي ماشي هنا مجموع الاثنين دول يبقى هو دوت الفولت كارنت؟ فاذا كان التيار اللي ماشي هنا بصفر يبقى كل الفولت كارنت اقدر احسبه من السيركت دي ولا لا؟ هو دوت اللي انا عايزه. فهمت؟ انا عايز ارجع تاني ورا واحده واحده، انا عايز اعمل ايه؟ انت بتتكلم صح، قاعده السوبر بوزيشن ان انا المفروض امسك كل سورس على حده واعمل ايه؟ اخلي الباقيين شورت سيركت واحسب الكونتريبيوشن بتاعه هو في البرانش بقى كارنت او الفولتج اللي انا عايزه. مظبوط؟ انا عملت الكلام ده بشكل ايه؟ مبسط، ان انا خدت تاثير سورس واحد والباقيين خدتهم في دايره لوحدها. طب لو انا كنت عايز احل الدايره دي اكمل اخد ده شورت سيركت، الاثنين دول اسف شورت سيركت، واسيب مين؟ الاي جي، واشوف التيار. بس انا كده كده عارف اصلا التيار اللي ماشي هنا نتيجه الثلاثه دول بكام؟ بصفر. مين الوحيد اللي هيبقى مأثر وماشي التيار؟ هو مين؟ الفي اف. فليه اشغل بالي بالايه؟ بالدائرة التانية. فهمت الفكرة؟ بس عشان ايوه ما ينفعش تبقى ايه؟ يعني ما ينفعش اعملها في اي دائرة تانية. انت ما عايز تعمل ليه؟ انت عايز تعمل الكلام ده ليه؟ انا وضحت لك انا ليه ما حولتش، ما جبتش عندي فيه عندي كام سورس، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ليه ما رسمتش اربع دوائر؟ لانه انا اكتشفت لما قسمتهم لدائرتين بس، والدائرة التانية دي ممكن اقسمها برضو لثلاث دوائر، ان الدائرة الاولانية بس هي المؤثرة في التيار اللي انا ايه؟ عايز احسبه. ففيش معنى ان انا ارهق نفسي واروح احسب ايه؟ الثلاث دوائر التانية. طيب يبقى واحدة واحدة كده تاني. احنا دلوقتي عرفنا ان انا بالسوبر بوزيشن قدرت اقسم الدايرة الكبيرة بتاعتي لدايرتين. الدايرة الاولانية فيها سورس وحيد اسمه ماينس في اف، والتاني اسمه في الدايرة التانية فيه ثلاث سورسات، الاي جي والفي اف والاي ام دبل داش، الاي جي دبل داش والفي اف والاي ام دبل داش. نتيجة ان الفولتج اللي موجود عند نقطة الفي اف دي هو هو نفسه الفي اف، فبالتالي مفيش تيار هيمشي، يبقى التيار بتاع الفولت كله هيجي من مين؟ من الدايره ديت. صح؟ يبقى انا ممكن بمنتهى البساطه اسيب الدايره دي مؤقتا واكتفي بالدايره ديت عشان احسب الاي اف ايه؟ الاي اف دبل داش. طب الاي اف دبل داش هيبقى بيساوي ايه يا جماعه؟ اجيب ايه؟ انا عندي السورس عايز احسب التيار اللي ماشي، صح كده؟ اجيب الثيفنز ايكوفلنت بتاعت الدايره اللي هو هيبقى عباره عن الاثنين دول بارل مع بعض، دي الاكس ثيفنز، تمام؟ واقسم الفي اف عليها، وخلي بالك الفي اف انا عارف قيمه الايه؟ ايوه الفي فولتج عند نقطه الفولت اللي انا عايزها، انا عارف لان انا اقدر احسبه في ايه قبل كده، واطلع مين؟ واطلع الاي فولت. طيب جه دلوقتي حضرتك قال لك ايه؟ احسب لي الكونتريبيوشن بتاع الجنريتور وبتاع الموتور في الفولت كارنت. احسب لي الكونتريبيوشن بتاع الجنريتور وبتاع مين؟ الموتور في الفولت كارنت. يبقى انا محتاج اخد التيار ده واقسمه الى ايه؟ الى اثنين، واحد اسميه اي جي دبل داش واي ام ايه؟ دبل داش. بس هو حاطط هنا واحد وحاطط هنا واحد. ليه حاطط هنا واحد واحد؟ لانه اكشلي لو انا بتكلم صح الدايرتين دول او الدايره دي ملهاش لازمه لو انا بحسب التيار ده، صح؟ طب لو انا بحسب التيار اللي ماشي في البرانشز ديت لازم اعمل سوبر بوزيشن، اقول ان التيار اللي ماشي هنا او التيار الكل اللي ماشي في الحته دي عباره عن اي جي دبل داش زائد مين؟ الاي لود، واللي ماشي هنا اي ام دبل داش ناقص الاي لود. شوف التيار اللي ماشي برانش في الدايره دي والدايره ديت واخدهم ايه بالاشاره بتاعتهم، تمام؟ فهلاقي ان الاي جي دبل داش ايوه ده هيطلع ايه؟ هيطلع التيار اللي ماشي هنا. انت كده عرفت تيار الفولت، صح؟ تيار الفولت بعد كده هتعمل فيه ايه؟ هتقسم الكرنت ديفايدر عشان تجيب التيار اللي ماشي في كل واحد فيهم. طب السؤال، هل ده فعلا التيار الحقيقي اللي ماشي في واحد فيهم؟ لو انت عملت كده يبقى انت بتاخد تاثير الدايره دي بس، وده زي ما هنشوف بعد او هنشوف هنقول دلوقتي مقبول. ليه؟ لان تيار اللود اقل بكتير جدا من تيار مين؟ الشورت سيركت، فممكن اهمله. لكن لو انا عايز اخد بقى التاثير بالظبط واشوف التيار اللي ماشي، لا الصح ان انا اقول بقى ايه؟ اشوف التيار اللي ماشي هنا اللي انا ممكن احسبه بالكرنت ديفايدر واقول ان التيار دوت او زائد التيار ده في الحاله دي في حاله الجنريتور هو ده التيار الفعلي اللي هيبقى ماشي في البرانش بتاع الجنريتور اثناء ايه؟ اثناء الفولت. تمام؟
هقول ان الاي جي بيساوي الاي جي دبل داش زائد مين زائد الاي لود، والاي موتور عشان بس اختلاف الايه الدايركشن، ان التيار بتاع اللود ماشي رايح للموتور بينما تيار او الكونتريبيوشن بتاع الموتور في الفولت خارج من الموتور، عشان كده طرحت الايه طرحت الاثنين من بعض. تمام، الاي ام دبل داش ناقص مين ناقص الاي ال. في حد عنده مشكله بالكلام دوت؟ ها العيون المتسائلة، في حد عنده سؤال؟ طيب تعالوا ناخد مثال هيوضح شوية الكلام ده احنا شغالين فيه ازاي. يقول لي ايه asynchronous generator، نفس asynchronous generator اللي شغالين بيه، is operating at rated mega volt ampere و 95% power factor lagging and 5% above rated voltage يعني 1.5% per unit when a bolted 3 phase short circuit occurs at bus 1 calculate the per unit values. تمام، of السب ترانزينت فولت كارنت السب ترانزينت جنريتور اند موتور كارنت نيجليكتنج البري فولت كارنت. لما يقول لي بقى خلي بالك من الحته دي مهمه قوي، لما يقول لي نيجليكتنج البري فولت كارنت معناه ايه؟ الاي ال ايه؟ ايوه مالوش لازمه. تمام، نيجليكتنج البري فولت كارنت اند سي السب ترانزينت جنريتور اند موتور كارنت انكلودنج البري فولت ايه كارنت، ونشوف بقى هل فعلا الايه التيار بتاع اللود مؤثر ولا ايه ولا مش مؤثر. اول حاجه بيعملها انه بيبدا ياخد القيم بتاعه كل كومبوننت ويجيبها ايه الامبيدنس بتاعته يعني ويجيبها ايه باليونت. تمام، فحسب هنا الاكس لاين باليونت لان هو كان مدهاني ب 20 اوم، وبعد كده طالما معايا في الدايره ديت معايا القيم بتاعه الموتور والجنريتور بلس انا اسف الجنريتور هنا والموتور بلس الترانسميشن لاين والترانسفورمرز اقدر على طول احسب الايه الزد ثيفنينز زي ما اتفقنا. سأروك تركز وانت ايه بتحسب الزد ايه ثيفنينز كويس عشان المساله مش تبقى بسيطه بالايه الدرجات دي، يبقى في عندك بقى ستار ودلتا وحاجات تشوف حلوه تشوفها في السكشن ان شاء الله كويس. بعد كده تجيب الفولتج ايه بتاعك، خلي بالك هو قايل لك ايه، قايل لك ان هو كان شغال ان التيرمينال فولتج بتاع الجنريتور اباف الريتد بكام ب 5%، يبقى الاوبريتنج فولتج اللي كان شغال عنده كام 1.5%. طب افرض ما قاليش في المساله ما جابش سر ما جابش اي اوبريتنج كونديشنز ممكن اعرف بيها الايه بفرضه بواحد، بفرض الماجنيتيود بتاع الفولتج بواحد من عند نقطه الفولت وبزاويه زيرو، وده نوع من انواع الايه الابروكسيميشن. ليه؟ لانه في الطبيعي ات الستيدي ستيت كل الفولتات تقريبا بتبقى راوند كام ال1 بير يونت. تمام، بس في الحاله دي لازم استخدم ال1.5%. حد يقدر يقول لي ليه؟ هل الفولت لو حسبته بالواحد باليونت وبعدين حسبته بالواحد وخمسة بالمية هيبقى هو مين الأكبر؟ واحد وخمسة بالمية. تمام؟ كويس؟ اه طبعا، ما هو يا تشتغل بالفولتج اللي موجود فعلا لو انت عارفه كويس ساعة الفولت عشان تقدر تحلل، لكن لو انت متخيل ان الفولت ده ممكن يعلى بيبقى في مسموح كده حاجة اسمها فولتج ريجيليشن، مسموح بين الفولتج يزيد ويقل. تمام، في ويذن ايه رينج معين. لو انت عارف ان البرميسابل ليميت بلس اور ماينس 5% يبقى من المفضل ان انت تحط 5% في الستاندرد بيقول كده، حط ال 5%. تمام، عشان خاطر ما تندمش ما تجيش تعمل ديزاين وتمام وزي الفل وبعدين تكتشف ان الشورت سيركت اللي في الحقيقه اعلى من اللي انت ايه من اللي انت حاسبه. تمام، فالسيركت بريكر والسيتنجز بتاعتك تكون مالها مش مظبوطه، فعشان كده مهم قوي ان انت تبقى عارف. لكن في المسائل بتاعتنا قولا واحدا، لو انا ما اديتكش خلاك الكلمه دي حاجه تحسب بيها الفولتج بتاع الباص اللي عليه الفولت من حقك انك تحطه بواحد بزاويه زيرو. طب افرض يا دكتور انا ايه استسهلت هتنقص، طالما انا اديتك البارامترز انا ممكن ما اديكش الفولت على طول زي هنا، ممكن اديك البارامترز بتاعت اللود اقول لك الفولتج اللود شغال عند فولتج كذا والتيار اللي هيسحق والباور بتاعته كذا عند باور فاكتور كذا، يبقى سهل جدا انك تحسب مين التيار، والتيار بتاع الموتور هو نفس التيار اللي يمشي في البرانش وهيروح للجنريتور، يبقى انت عارف كده التيار اللي ماشي، ساعتها تقدر تحسب ايه الفولتج دروب. ايوه، تحسب الفولتج دروب وتحسب الفولتج عند مين عند التيرمينالز بتاعه الجنريتور اللي هي عندها الفولت، ساعتها انا كده مديك الايه الداتا اللي تحسب بيها كويس. فالابروكسيميشن اللي انا قلته ده ما تستخدموش غير لما ايه ما تلاقيش كويس، ولو انت يأست مش عارف تحسب خلاص استخدمه بس اعرف ان انت ايه منطقي خلاص. طيب
اقسم ال VF على ال Z Stevenins عشان اجيب مين؟ عشان اجيب ال IF double dash. كويس؟ جبت ال IF double dash انا كده جبت ال fault current. ما انساش ان هو كان طالب ايه؟ current الماشي او الكونتريبيوشن بتاع current بتاع الموتور والجنريتور. فلازم اشتغل بالcurrent divider بتاعنا، واللي ما يعرفش current divider دلوقتي يروح يعيد ايه؟ سنة اولى عشان خاطر يتعلمه، واجيب ال IG وال IA وال IM. صح. احنا اتفقنا ان احنا عندنا تو ريتنج للسيركت بريكر، الميكنج والايه والبريكنج. البريكنج بحدده على الماكسيمم ار ام اس فاليو بتاعه 3 فيز فولت كارنت. جميل كده، هو دوت اللي احنا بنحسبه. طب والتاني اللي هو مين؟ هو عبارة عن نفسه بس مضروب في مين؟ في التاو الكي اللي هو بنسميه ايه؟ الاسيمتري فاكتور. الاسيمتري فاكتور ده فانكشن في النمبر اوف سايكلز وفانكشن في الاكس تو ار ايه ريشيو. فده لو انت عايزه هاته مفيش مشكله، تقدر تجيبه بدلاله مين؟ الار ام اس فاليو اللي احنا بنحسبها دلوقتي. اوكي، ارجع للتيبل وايه واعمله. فده زي ما قلت لك ده المهم. نكمل بعد كده. جبنا طبعا الجنريتور كارنت والموتور كارنت، اقدر احسبهم كفاليو ان انا اضربهم في الايه في البيز بتاعي، ودي حاجه سهله. بدا بقى يحسب لي بقى ايه ذا بري فولت جنريتور ايه كارنت. بيحسب الاي ال اللي كان ماشي قبل كده، ويبدا بقى زي ما اتفقنا احنا طبعا في بي اهملنا البري فولت كارنت، فطلعت دي القيم بتاعتي 1.7 بريونت، 1 ايه 2 بريونت. خلي بالك من حاجه، الاي طالعه دايما الزاويه بتاعتها كام؟ سالب 90 درجه. ليه سالب 90 درجه؟ لان دي رياكتنس، كل اللي انا شغال فيه رياكتنس. كويس، وبالتالي ده يديك برضو انديكيشن حلو، عشان بس الناس ما ايه سنه رابعه هنحتاج الكلام ده في الاستابيليتي. ساعه الفولت لما اقول لك الباور بزيرو، تمام، حدش يقول لي طب ما في فولت كارنت ماشي وتيار عالي قوي ازاي الباور بصفر؟ عشان هو ماشي اصلا في رياكتنس. تمام، فبالتالي ايه؟ فبالتالي في الحاله دي فعلا كل الباور اللي ماشيه هي رياكتيف ايه باور. في باور بس اللي هي اقدر احسبها من الاي ال اللي هي رايحه للايه، ممكن احسبها لو هي رايحه للموتور، دي ممكن تبقى ايه شويه اكتيف ايه باور. لكن لو انا اهملت البري فولت كونديشنز هيبقى التيار كله ايه بالمنظر اللي انت شايفه كده ماينس جي، فمعنى ذلك ان ده رياكتيف ايه كارنت. خلاص، اوكي. طيب جبت الاي ال، وبعدين بص بقى هنا لما بدات ان انا ايه اجمع دي مع دي واطرح دي من دي، طلع لي الايه، طلع لي القيم الحقيقيه لو انا واخد ايه واخد البري فولت كونديشنز في اعتباري. فدي طلعت 7.3، وقبل كده كانت بكام؟ كانت ب7. يبقى فرقت قد ايه؟ 3.3 من 7 كام في الميه؟ هو رقم بسيط جدا، صح كده؟ بس في ناس لما بتحب تشتغل صح بتيجي تاخد في اعتبارها، ولكن لو انا اهملته مفيش ضرر ايه كبير على السلايد بتاعتي. تمام؟ اتفضل. سؤال صغنن في المسائل؟ والله قبل كده في بس انا ما درستكوش الترانسميشن لاين، صح؟ في الترانسميشن لاين بارامترز انا ما كنتش كنت دايما بقول للناس ركزوا وخدوا 4 ديجيتس بعد العدد. ليه؟ عشان خاطر كانت القيم كلها بتبقى ايه؟ صغيره جدا، يعني انت كان كل اللي بيطلع لك بص كده معايا 1.356 ولسه في ملي ايه؟ هنري برميتر. فلو واحد استسهل وقال لي دي عباره عن 1 وكام؟ و4 من 10، تمام؟ ده ان شاء الله بعد ما بيكمل المساله كده بتلاقي فيه ايه؟ فرق محترم في الفولتج ريجيليشن وفي حاجات ثانيه، في الباور، تمام؟ فبالتالي هنا كنت بتك عليكم بقول لكم ايه؟ بعد اذنكم خدوا الايه؟ الموضوع باكيورسي حلو. هنا مش هقول لك اكيورسي، لا خد رقمين بس بعد العلامه، مش هاخد الاكيورسي الكبيره الاربعه، خد الرقمين بس بعد العلامه ايه؟ ايش هقول لك؟ خدها رقمين بس بعد العلامه.
كويس. بص انا كمهندس انا من وانا صغير وانا كنت طالب تمام كنت حندوف وبشيل يا ابني من حاجه مهمه بقى هنقولها بس عشان خاطر ايه الوقت ماشي. بصوا يا جماعه بعد اذنكم بقى الحته اللي انا مهمه قوي عندي لحد دلوقتي تقدر تحل ما عندكش مشكله تمام. في طريقه ثانيه عشان لو شفتها ما تقولش ايه احنا شغالين بطريقه وايه ودي طريقه ثانيه. الطريقه هي ايه؟ انا كان ممكن اعمل نفس اللي انا عملته في الكلام اللي قلته قبل كده بس بطريقه مختلفه. ان انا اقول ايه ابدا احسب الانترنال فولتج بتاع كل ايه كل جنريتور او كل موتور عندي في الدايره وبعد كده اروح احسب الايه الفولت كارنت. طيب في حاجه مهمه قوي الاي اللي جوه ده زي ما قلت لك اسمه ايه اي جي دبل داش. خلي بالك هل انت كنت مضطر في الطريقه اللي فاتت تحسب الاي جي دبل داش او الام دبل داش؟ كنت بتحسب الفي اف اللي هو البري فولت فولتج صح كده. طيب لو انا بدات بده لو انا عارف ده هل ممكن احسب شورت سيركت كارنت؟ اه. طب احسبه ازاي؟ الاي جي دبل داش ده بيساوي ايه الايكوفالنت سيركت بتاعه الموتور او بتاع الجنريتور عباره عن كده وكده صح. لو انا شغال في الستيدي ستيت دي اكس جي ولو انا شغال في الستيدي برضه دي دي جي جميل. في تيار ماشي اي جنريتور ده في الستيدي ستيت اول ما يحصل الفولت لو حصل شورت سيركت هنا حصل لو ده ليه قبل كده هيحصل ايه؟ هل انستانتينيوسلي التيار هيتغير؟ لا مش هيتغير بس السيركت اللي انت بتعمل بيها اناليسيس المفروض ما تبقاش دي بتاع مين؟ السب ترانزيان. طب ايه العامل المشترك بين السب ترانزيان سيركت اللي هي اكس جي دبل داش والاي جي دبل داش والدايره دي؟ ان التيار اللي هيمشي قبل الفولت بالدايره دي لازم يساوي التيار اللي هيمشي بعد الفولت مباشره بالدايره دي كويس. التيار ده مش هيتغير ايه لحظيا. فبالتالي انا ممكن اقول يعني كده ان انا هجيب نفس الدايره دي ودي هعوض عنها اكس جي دبل داش واي جي دبل داش. الاكس جي انت عارفها مش عارفها؟ عارفها. دي من البارامترز اللي بتبقى جيفن في النيت بليت بتاعه الموتور جميل كده. يتبقى لي بس احسب مين الاي جي. الاي جي اللي تخلي لما الاكس جي تبقى اكس جي دبل داش نفس التيار زي ايه موجود كويس. ايوه فاخد الفي تيرم اللي انا عارفه ده عارف اللي هو الري فولت فولتج واقول ان ده بيساوي او خلينا نعملها بالعكس هو حضرتك المره اللي فاتت الاكس جي دبل داش دي جت منين اوكي بس الاي جي دبل داش دي جت منين ايه اللي خلاها صفر دي ايكوفالنت دي ايكوفالنت اي ام اف في حال السب ترانزيت سيرك تخليها تتغير على الاي ام اف العاديه. اقول لك ده اللي بقوله. الاي جي دبل داش بتساوي ايه؟ الفي ترمنال مكتوب ايه؟ الفي ترمنال ايوه زائد الايه؟ زائد الاكس جي دبل داش جي الاي في الاي جي تاني قول تاني. دلوقتي انت عندك خلينا نرسم الدايره اللي فوق عشان خاطر ايه؟ تبقى شايف. دي قبل الفولت دي بعد الفولت او اللي هستخدمها في بعد الفولت عشان بس ايه خليه مفتوح عشان خاطر ايه الناس ايه ما تطلعهاش كويس. دول الدايرتين اعتبر كده بص كده معايا دي مغطي عليها الدايره دي شغال بيها فجاه اعمل ايه هشيل دي واحط دي تمام. ايه العلاقه بينهم؟ ان لابس الاثنين لازم يكونوا طالعين نفس الايه؟ التيار صح كده؟ طيب ايه الفرق بين الاي جي والاي جي دي؟ الاي جي دي هي عباره عن الباد اي ام اف الحقيقيه اللي موجوده في الستيدي ستيت وهي تتاثر بالاي فيلد. يعني الاي فيلد زاد الحاجه الثانيه لا تتاثر بالاي جي. يعني ايه؟ يعني عند اي قيمه للاي جي الاي جي دي ايه؟ ثابته لانها بتلعب بس اللي بيحركها الايه؟ الاي فيلد صح؟ مين دي بقى؟ دي اللي انا حطيتها استعاضه عن مين؟ عن الاي جي عشان تمشي لي نفس التيار اللي كان ماشي في الستيدي ستيت اللي اسمه مين؟ الاي جي بس لما الاكس بتاعك تبقى الاكس ايه؟
الاكس جي دبل داش في الايكوفلنت اب دي الايكوفلنت بتاعتي في الايه في مرحله السب كلاس. احسبها ازاي؟ احسبها بالطريقه دي ان انا اقول ان في تيرمينال اللي هو نفس الفولتج بتاعي لا لسه البري فولتج كويس تمام ال داخل ثابته والتيار قيمته ثابته والاكس جي انا عارفها يبقى المجهول واحد مين مش دبل داش. هي دي اللي اخدها وافرض بقى انها ثابته طول فتره السب ترانزيت اللي هي فعلا فيها شورت سيركت. يعني اخد بقى شورت سيركت كده لو في شورت سيركت هنا يعني واقدر اقول ان الاي فولت بيساوي الاي جي دبل داش على الجي اكس جي دبل داش. من حقي بقى اقول الكلام ده لكن مش من حقي ان انا كنت اقول ان الاي فيلد يساوي الاي جي على الاكس جي ايه دبل داش. ده ما ينفعش ده غلط كويس. وهي دي ايه الفكره انك تجيب نفس الكلام اقدر احسبه في حاله مين في حاله الموتور. هي نفس الايه نفس الفكره احسب الكلام ده ناحيه الجنريتور واحسب الكلام ده ناحيه الموتور. طيب تقدر تحسب لي تقدر تحسب لي لما اعمل شورت سيركت هنا بقى في الحاله دي الاي جي دبل داش خلينا نكمل الدايره كده عشان الناس تبقى شايفه. تقدر تحسب لي التيار ده تقدر تحسب لي التيار ده لا ونفس الفكرة طبعا نفس الفكرة طبعا. هعمل ايه الدائرة دي اقدر اقسمها نصين ده مقفول بالشورت سيركت وده مقفول بمين فاقسم الاي جي على مين على الكوبلنت البينات اللي هي الاكس جي دبل داش في حالتنا. طبعا لو كان في ترانسميشن لاين كنت حطيت الاكس بتاعهم هنا تمام ونفس الكلام بالنسبة لهنا الاي ام مقسوم على مين كويس واحسب الاي جي دبل داش والاي ام دبل داش واجمع الاثنين على بعض ده هيديني مين الشورت سيركت بتاعي. حلوه الطريقه دي. طيب لما مشينا بالطريقه ديت وحسبنا الاي ام دبل داش والاي جي دبل داش طلع لي الكلام ده ادي الاي ام راحت فين ادي الاي ام دبل داش مش شايفين الليزر بوينت اهو ادي الاي جي دبل داش وادي الاي ام دبل داش كويس. طيب بص كده معايا كانت عباره عن ايه الاي جي دبل داش كان بس معايا اكس بتاع الترانسميشن لاين والترانسفورمرز فحطيتهم هنا بقى اسمها زد اكسترنال او الاكس اكسترنال زائد الجي اكس دبل داش جي كويس. بص كده الاي جي دبل داش مش ممكن اعوض عنها باللي فوق ده صح. خد كده في اف زائد الكلام ده اقسمه على اللي تحت يطلع لك ايه في اف تتقسم على المقام وده يطير مع ده يتفضل لي مين الاي ال الله. ونفس الكلام اقدر اعمله مع مين على الاي ام دبل داش اسيل الاي ام دبل داش وعوض انا بالكلام ده فالفي اف على الكلام ده يطلع لي في اف على جي اكس دي دبل داش والترم الثاني لما اقسمه على جي اكس دبل داش يطلع لي مين بس الله ده الشكل اللي انا كنت ايه عارفه ادي الفي اف على الكلام ده زائد الاي ال والفي اف على الكلام ده ناقص مين ناقص الاي ال الاثنين دول المفروض يطلعوا لي ايه يطلعوا لي حاجه واحده كويس. طيب معلش هنجمع الاثنين دول مع بعض معلش ده الاي جنريتور القديم بس مجموع عليه الاي ال وده الاي موتور القديم اللي احنا كنا بنحسبه بعد ما نعمل كارنت ديفايدر ونطلعه الاي ال. سيبك من كلمه الاثنين حاجه واحده دي معلش ده انا غلطان. لما اجمع الاثنين دول على بعض المفروض يدوني ايه في الاخر الاي فولت صح اللي هو يبقى ده زائد ده وطبعا الاي ال هتطير مع مين اللي هو نفس الكلام اللي احنا قلناه ان الفولت كارنت غير معتمد تماما على مين على اللود كارنت. طيب الشكل ده كده لو خدت الفي اف بره عامل مشترك يفكرك بحاجه الشكل ده ايوه البرانش ده مع البرانش ده بارلل فيطلع لي برضه الايه الرقم الشكل دوت اللي هو زد 7 بتاعتها. يبقى الطريقه الاولانيه بتدي نفس النتيجه بتاعت مين بتاعه الطريقه الثانيه. الطريقة الأولانية أنا خدتها من قصرها وقلت إيه؟ هشتغل بإيه؟ بالدايرة الثانية وأحسب بيها الإيه؟ الـ X إيه؟ الـ Extravalence وأقسم الـ VF عليها وإيه؟ ورايح دماغي. ولو عايز أحسب الـ Contribution بتاع الجنريتور هرجع أستعين بس بالدايرة الإيه؟ الأولانية عشان أعرف التيار بتاع اللود اللي كان ماشي. يبقى أنا لو قلت لك إهمل لي الـ Pre-Fault Conditions أني أسهل الطريقة الأولانية هي أسهل بكتير ورايح نفسي.
تمام؟ هنا الطريقة دي أسهل لأنها بتاخد في اعتبارها وهي ماشية ليه؟ البري فولت كونديشن أصلاً بتاخد في اعتبارها زي ما انت شفت كده اهو. طلع لي هنا ايه؟ طلع لي هنا ان الاي جنريتور عباره عن الكرنت بتاع الجنريتور المحسوب اللي هو الفولت كرنت بعد ما اتضرب في الكرنت ديفايدر زائد مين؟ زائد الاي ال. يعني هي بتاخد في اعتبارها على طول مين؟ الاي ال او البري فولت ايه؟ كونديشن. طيب احنا هنشتغل بايه بقى؟ شفت بقى صح عشان كده ايه اسبوع اول اسبوع رمضان وقبل الميدترم مش الميدترم الاسبوع اللي بعد الجاي تمام الميدترم داخل لحد فين بقى لحد المحاضره دي كويس تمام فالمفروض تاخد سيكشن كمان عليها وخلاص احنا هنشتغل بقى الطريقه هنشتغل بطريقه الاكس ايه الاكس ثيفرنس ايه على طول وانا هحاول امسك نفس شويه وما اجيبلكش البري فولت ايه هحاول بس ده مش وقت هحاول كويس طيب لو في حد عنده سؤال يجي لو مش حد عنده سؤال يتفضل